السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتاتي، اليوم بغيت نحضر واحد الكيكة ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. ودوزوا معايا المقادير والطريقة باش نحضرها. غنحتاج فيها خواتاتي قبسية الملحة ضرورية، ثلاثة الأكوس نتاع لافارين نتاع الكاطو، كاس الزبدة مخلط بين الزبدة والزيت، نص كاس الحليب، نص كاس السكر، نص كاس الماء، واحد معلقة نتاع مايزينا، الحليب محلى نيسلي، واحد المعلقه هنا وشي حاجه معلقه عامره مزيان، وكنحتاج شويه ديال الكوك اللي غندير في اللاطه لتحت ان شاء الله. تبعوا معايا المقادير وغتشوفوا كي غندير ليها. عندي جوج ساشيات نتاع لا لوفور شيميك الخميره الكاطو، واحد الساشي نتاع فاني، اربعه البيضات. دابا اخواتاتي غندوز للطريقه، غنديرها انا في هذه اللاطه اخواتاتي، في هذه اللي غنرش فيها هاد الكوك، هانتوما خواتاتي غنرشو هنا لتحت يكون متساوي. هانتوما خواتاتي غنديرو هنا، نديرو جانبا كنحتاجو. غنذكر معاكم المقادير اللي نبقى نخلط، نذكر معاكم المقادير اخواتاتي. ودابا غنطلع هاد البيضة تاع البيضة. انا اخواتاتي دابا غندير الزيت، ما خواتاتي من بعد ما طلعت البيض ديالي هانتوما كيخصو يجي. دابا ما نحتاجش هذا الضراب، غنهز اخواتاتي ديك المعلقه نتاع المايزينا نديرها هنا. هانتوما خواتي درت معلقه د مايزينا هنايا، ورزت عليها كاس نتاع لافارين، غنزيد كاس اخر. عندي هنا ثلاثه الاكوس نتاع الدقيقه خواتاتي، غنزيد عليهم ديك لا لوفير، هذاك الساشي لافاني، لا لوفير شيميك، خميره ديال الكاطو عفوا. عندي زوج ساشيات هنا نتاع 11 غرام، نخلط اخواتاتي غير بشويه باش ما يهبطش داك البيض، حاجتنا يبقى طالع باش كتجي الكيكه زوينه. اخواتاتي الكاس الثالث غنخوي بالتدريج، هنا راكم عارفين لافارين كتفارق الفرينه مع الاخر. غندير ديك المعلقه نتاع نيسلي اخواتاتي، ملعقه عامره كتعطي واحد الذوق زوين في الكيكه، جربوها ان شاء الله كل واحد كيفاش الكيكه ديالو. هانتوما اخواتاتي خذوا غير بشويه باش ما يهبطش داك البيض اللي طلعنا. قبيسه د الملح اخواتاتي ما تنساوهاش، هنا كان الاذان وراني درتها وما كان الاذان ما عرف سمعتوها ولا لا. كتجي واحد الكيكه رائعه، ومن بعد تبعوا معايا الطريقه حتى الاخير اخواتاتي. انا دابا غنخلط الكيكه ديالي مزيان. دابا اخواتاتي انا رجعت معاكم، هانتوما الكيكه ديالي راه درتها، دابا غنخويها هنا
غندير الكيكه ديالي في الفران. انا الفران كنخليه بارد، كندير الكيكه ديالي كيكون الفران بارد. غنديروها على 160 واحد 30 دقيقه ان شاء الله، وملي نجبدوها غتشوفوها كي جات ان شاء الله. ومن بعد ندوزو للتزيين. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. هانتوما خواتاتي، من بعد ما طابت الكيكه ديالي هانتوما كي جات ما شاء الله. دابا حتى تبرد عاد نزينها، نحضر الكريمه خواتاتي. عندي هاد الكريمه هادي اللي جبت، فيها 75 غرام اللي غندير هنا خواتاتي. عندي كاس د الحليب بارد كيكون بارد مزيان في الثلاجة. عندي وحدة فان سنتيليتر نتاع الكريمة، اللي عنده سائلة ولا اللي بغا يديرها غير بالحليب كطلع، غير بالحليب كطلعوها. ورانا عندي موجودة، قلت علاش لا نديرها. اللي بغا يديرها بالحليب اخواتاتي يديرها غير بالحليب. غنطلع الكريمة ديالي باش نزين ديك الكيكة ديالي. هانتوما خواتاتي الكريمة ديالي من بعد ما طلعتها، غنديرها باش تبرد لابوش ادوي. غنحطها تبرد، ومن بعد ملي طيب الكيكة ديالي ان شاء الله ونخرجها نزينها وتعرفوا كي غتجي ان شاء الله. هانتوما خواتاتي من بعد ما قلبت الكيكة ديالي هانتوما كي كتجي. انا درتها بهذا، هانتوما ما لصقات ما والو. ملي كتقلبوها راه كيكون هاد البلاصة خاوية وكتعطيكم هاد الديكور هذا خواتاتي. خواتاتي من بعد ما وجدت الكيكة ديالي ها هي بردات. دابا راه بغيت ندير لها الكريمة اللي وجدت معاكم. هانتوما خواتاتي غنكمل اخواتاتي الكيكه ديالي ونديكوريها. هانتوما كيكه تجي، درت لها شويه ديكور بلوزي فيلي راه متنوي للجميع. الكريمه الا تبعتوا معايا المقادير غتشوفوا شنو باش حضرتها ان شاء الله. متنوي للجميع وبالصحه والراحه الى الوصفه المقبله ان شاء الله. وشكرا لكم المتابعين ديالنا، شكرا لكم على التعاليق ديالكم، على اللايك ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف. وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها لوليداتكم ان شاء الله.